بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. أيها الإخوة والأخوات، دعونا نستلهم الليلة أيضا لحظة من لحظات الصفاء الروحي، حتى نزيل ما على النفس من الغشاوة التي علتها من جراء مخلفات هذه الدنيا. أقبلنا إلى هذه العبادة وهي عبادة التهجد، ونقبل على عبادات أخرى لعل أعظمها الصلاة والصيام والحج وأية عبادة أخرى. إنني أتحدث عن اللحظات التي تسبق هذه العبادة وإتياننا بها، لحظات التهيؤ والاستعداد، هذا الاستعداد الذي ينبغي أن يواكب الروح والنفس. فليس جديرا بكل إنسان لأول مرة يصلي التهجد في حياته أن يبدأ ويخوض عباب هذه الصلاة يقول أنا الليلة سأصلي أطول ركعتين في الوجود، سأصليها في 4 ساعات، وهو أول مرة يصلي، ثم لا يلبث أن تفتر همته وتخور عزيمته، لأنه لم يهيئ نفسه لمثل هذه العبادة، لم يحسن الاستعداد لها. ومنعا لإطالة هذه المقدمة، لعلي أدخل في صلب الموضوع مع شخصيتنا في هذه الليلة، وهو منذر ابن سعيد البلوطي رحمه الله تعالى، الذي ولد ومات في قرطبة بالبلاد الأندلسية. منذر ولد في منطقة قريبة من قرطبة تسمى فحص البلوط، فلذلك سمي البلوطي، وحج إلى بيت الله الحرام وظل ملازما في الحرم ما يقارب 4 سنين، ثم عاد إلى الأندلس، عاد ليفقه أهلها ويعلمهم تعاليم الدين الحنيف. وكان في ذلك الزمان أيام والي الأندلس وقرطبة عبد الرحمن الناصر قد أصاب تلك الأرض قحط شديد، فاحتاج الناس إلى الاستسقاء، فقام عبد الرحمن الناصر وطلب من قاضي قرطبة وفقيهها وعالمها منذر بن سعيد أن يصلي بالناس في يوم، فقام منذر وحدد يوما، فجاء الناس كلهم في هذا اليوم، جاءوا وهم مخبتين خاشعين، ووقف عبد الرحمن الناصر والي قرطبة على مقربة من مكان تجمع الناس في ساحة الربض، وإذا بالأوجه تنظر جهة محل الإمام متى يأتي منذر بن سعيد، وكلما رمقت الأعين شخصا ظنوه هو، وليس من عادته أن يتأخر. تمر اللحظة تلو اللحظة، وكان منذر قد صام لله عز وجل أياما قبل هذه الصلاة، وهذا من حسن الاستعداد للعبادة وجميل التهيؤ لها. حتى برز منذر أمامهم وصلى بهم، ثم وقف لكي يخطب خطبة صلاة الاستسقاء، فنظر إلى الوجوه وقد رأى فيها الشحوب، ورأى فيها الحاجة إلى المولى الجليل سبحانه وتعالى، إلى الماء، إلى الغيث، وإذا به يقرأ في النفوس
معاني الإخبات والخشوع لله تبارك وتعالى، فكان الموقف مهيبا جدا مهيب. وإزاء هذا والناس ينظرون، متى يتحدث قاضيهم وشيخهم منذر بن سعيد حتى تفوه بأول كلمة وعيونه ملأى بدموع البكاء، فقال لهم سلام، فما استطاع أن يكمل حتى بكى وانخرط في بكائه، فنظر الناس إليه فبكوا لبكائه. ماذا أصاب منذر وليس هذا من عادته؟ فهو المفوه وهو الأديب وهو البليغ وهو العالم الفقيه، فإذا به ينظر إلى الناس ثم ينظر إلى السماء يستجدي رحمات الله عز وجل، ثم قال سلام عليكم، فرجع يبكي من جديد والناس يبكون. كل ذلك ولا يعرفون ماذا سيقول لهم منذر بن سعيد، حتى فتح الله عليه وهو يجهش بالبكاء فقال سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فبكى الناس من هذه الكلمات، ثم واصل حديثه الشائق الماتع وهو يحضهم على الطاعة وعلى بذل ما في الوسع من أجل إرضاء ربهم عز وجل، ثم قال استغفروا ربكم وتوبوا إليه وقدموا الأعمال الصالحة إليه وبين يديه، حتى أنهى خطبته رحمه الله تعالى. يقول الراوي فما فرغ من خطبته حتى ملئت السماء بالسحاب فسقط الماء كالماء المنهمر. هكذا تنتهي هذه القصة كما جاءت في كتب السير في لحظة صفاء عشناها مع المنذر ابن سعيد البلوطي رحمه الله تعالى، العالم القرطبي الأندلسي، في استعداده لعبادة من أجل العبادات، عبادة بها ينتظر العباد رحمة الله سبحانه وتعالى من السماء بإنزال الغيث، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. فكان أن رأينا حتى وصل إلى الصلاة ثم الخطبة ما هي الاستعدادات التي قدمها بين يدي الصلاة كعبادة من العبادات، فوجدنا أنه صام لذلك أياما، وهذا ما هو إلا تأس واقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان من هديه أن يصوم 3 أيام قبل اليوم المخصص للاستسقاء. كل ذلك من أجل أن تقبل القلوب خاشعة مطمئنة بموعود الله عز وجل وراجية ما عنده سبحانه وتعالى من الرحمات ومن الغيث. وهذا ليس فقط في صلاة الاستسقاء، وإنما حتى في صلاة الفرض التي نصليها كل يوم 5 مرات، فإن الإنسان عندما يسمع الأذان ويجيب الأذان فهذا استعداد وتهيؤ، وعندما يتوجه نحو الموضع فيتوضأ ويحسن الوضوء فهذا استعداد وتهيؤ للعبادة، وعندما يبلغ أبناءه وأهله ويأمرهم بالصلاة ويصطبر عليها فهذا استعداد وتهيؤ للصلاة، وعندما يلبس أحسن الثياب ويتطيب محتذيا بالأمر الإلهي يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد
فهذا استعداد وتهيؤ. وعندما يخرج من بيته برجله اليسار ويدعو الله عز وجل بسم الله توكلنا وعلى الله توكلنا، فهذا استعداد. وعندما يمشي الخطوة تلو الخطو إلى الصلاة وهو يستشهد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة وكثرة الخطى إلى المساجد. فمن فعل ذلك فهو في استعداد وتهيئ للصلاة. ومن مشى السكينة والوقار دون استعجال وتلهث أنفاس فهذا استعداد وتهيئ للصلاة. فإذا ما دخل المسجد برجله اليمنى ودعا بالدعاء المأثور فهذا استعداد وتهيئ للصلاة. فإذا ما صلى السنة تحية المسجد فكذلك هذا استعداد للصلاة. فإذا ما قرأ القرآن أو دعا الله عز وجل بين يدي الصلاة فهذا استعداد. فإذا ما أقيمت الصلاة وقام وصف مع المسلمين وعدل من وقفته فهذا استعداد للصلاة حتى يبدأ الإمام بتكبيرة الإحرام. رأينا كل هذا الذي تحدثنا عنه قبل الصلاة قاله الله عز وجل في كلمة واحدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم. إذا قمتم إلى الصلاة، وقيامك إلى الصلاة واستعدادك لها هو بالضبط هذه الخطوات التي تحدثنا عنها. لذلك أيها الأحباب الكرام، من عزم على أن يصلي الليل أو التهجد فنقول له ابدأ بركعتين خفيفتين، خاصة لمن لم يصل التهجد في حياته من قبل، يفتتح بهاتين الركعتين الخفيفتين ثم يطول ما شاء بعد ذلك. وليحسن استعداده لصلاة التهجد بعدم الأكل الكثير قبل الصلاة على الأقل بساعة، وعدم الإرهاق للبدن بالسهر الكثير أو بعدم النوم في قيلولة النهار حتى يأتي إلى صلاة التهجد وهو في أشد حالات اليقظة والانتباه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن كما سمعنا قصة المنذر بن سعيد البلوطي وغيرهم من السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين، أن يجعل نفوسنا هكذا متهيئة إلى طاعته ومستعدة لعبادته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر حسابنا ويمن كتابنا ويثقل ميزاننا ويثبت على الصراط أقدامنا. اللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول ونرجوك وأنت أفضل مأمول، إلا غفرت لنا ذنوبنا وتجاوزت عنا خطايانا وتقبلت منا توباتنا وغسلت منا حوباتنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والعزيمة على الرشد والثبات على الأمر والفوز بالجنة والنجاة من النار. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.